طبعا ده يا جماعة كنيسة اهي، شوف اتاكلت ازاي، دي اللي كلتها بقى حاجة قد ايه بقى، تخيلوا انتوا بقى المنظر، عندي تقريبا كف ايد كده. يلا الله يعوض علينا، الله كريم. ماشي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. ما شاء الله كريم يا شباب، والله صباحكم زي الفل ان شاء الله. مع نصر عنوس، العب يا عنوس، اهو اهو اهو. احلى صباح عليك يا مجيد يا حسن، صباح الفل يا رجال، صباح ورد ان شاء الله. ابو اسماعيل دايما متالق معانا، دخل علينا اهو بالامهات اهو، ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك، اللهم بارك. حلاوتك حلاوتك ابو سعيد، احلى صباح رجاله، صباح الفل يا نصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم شباب، عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب، يسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساكم لو عندكم مساء. النهارده بمشيئه الله يوم 1/1/21، اول يوم في السنه الجديده، طلعنا بمشيئه الله انا وجروبنا وعبد الحرم اخ محمد سعيد طبعا، ومعايا اخ رمضان ضيف محمد صبري رحال قديم معايا، استاذ نادر، ناس طيبه كلنا. وكلنا على الله وطلعنا على بوليه مستهدفين ان شاء الله باذن الله الكنيسه المنور. الاسبوع اللي فات كان الكنيس شغال حلو خالص، فاحنا قلنا نجرب النهارده يمكن يكون لنا رزق باذن الله، وهنشوف يومنا هيعمل ايه معايا. طبعا العده المستخدمه انا بالنسبه لي هنشتغل بعود 2.40 متر، معايا عود تاني 4 متر مش عارف نعرف نشتغل فيه ولا لا، معايا اساسي 35 بريد، معايا الارض رابط السنار 35 رماد، الكويت اللي مربوط في الارمه 40، رصاصه 100، السنار ان شاء الله انا شغال بحاجه اسمها مستاد 6، سنار مانوال كده، هي مقاس 6 ده بيعادل 4.5 لشركات تانيه غير المستاد. الطعم المستخدم معانا عقر، ومعانا برغوث، ومعانا سردين. هنتوكل على الله نشوف يومنا عامل ازاي، دعواتكم لينا. ان شاء الله السنه الجديده تكون سنه جديده جميله ظريفه خاليه من الوباء باذن الله وبشيره. حياه حضراتكم مفروض سنه، نشوف اليوم هيعمل معانا ايه. خليكم معانا. نتعرف بقى على الجروب بتاعنا النهارده ان شاء الله. رمضان مع الفل. محمد صبري صباح الفل باشا، معانا القبطان ناصر، استاذ ناصر السعيد صباح الفل، احمد جمال صباح الورد، نص ابن خالتي صباح الفل، ابو يحيى باشا ما شاء الله. انت مننا اهو. اهو مننا لف ورا. لا سمنت. هم جايين لك ايه؟ يلا يا بطل. طول شوي. خد خد خد. بس ناخدوا الاحجام الحلوه دي. ايوه الله كريم يا شباب. ايه؟ موزه بس من الصباطه اهي. حاجه حلوه يا شباب، اعلى الكفه يا بسم الله ما شاء الله. احلى رمضان ده ولا ايه؟ حبيبي يا شباب. اول جحايه معايا هنا حته حلوه برضو محترمه اهي. ياسمينة او جحا جحايه مع احمد ايه يا محمد؟ احلى ابو حميد. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يا كريم يا رب، يا
يطلع ابو يحيى يا يوم العيد ان شاء الله. ليش ما كريم يا رب؟ ليش على التليفون بقى عشان بسم الله ما شاء الله. والله استفتح هو اول استفتاح هو يعني يعني حد يزيد مني ظفري كده يعني النبي يا كريم الله ينور عليك جميل ان شاء الله. فتح كده لك الملعب انا وابو اسماعيل قادر ده كده بسم الله ما شاء الله. ما هو الاثنين على وزن بعضهم. احلى رمضان. محمد سعيد قاعد في الشمس عشان ما حدش يبص له. ده كلام عم ناصر. هو بيطلع الدنيس الحلو. حلو. ارفع دنيسك عشان راجل يقعد ورا اللايف. ارفع حلاوتك يا حبيبي. احلى لايف يا صلاة النبي. معلم ناصر اهو. احلى صباح. ايوه ايوه. بس هو متعلق بيتفرج على الله كريم الله كريم صباح الفل. اللهم صل على النبي يا كريم يا رب يا كريم يا رب. عشان ملطوشة حسيت انها كبيرة عشان ملطوشة. الله ينور عليك. العب يا ابو الرمد بالراحة. ابو الرمد اضحك للكاميرا يا ابو الرمد. احلى 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 ابو الرمد. ايوه صباح الفل يا ابو حميد. الله يرزقك يا رب. انت عارف غل هنا احمد؟ لا عارف ترجيع. انا حاسس انك معاك دنيسه حلوه كده ان شاء الله. صلاه النبي حلوه موزه حلوه. على مهلك على مهلك الدنيس جاي ان شاء الله. يلا بينا معانا مزايا هي يا كريم يا رب يا كريم يا رب. بس نزلنا لها ببرغوت يا جماعه عشان نجيبها موزه. نزلنا لها ببرغوت وايه بس النار 80. الله كريم الارض كلها موزه حاليا. يا ابو موزه بفرقها يا محمد سعيد بيطلع دنيسه. هو محمد سعيد اللي بيطلع الدنيسه عندنا. الله كريم. هو في معلومه كمان حضرتك بعد اذنك. ايوه اتفضل. أيوة. البرغوت ده اللي هيجي عليكم الموزه. البرغوت هو اللي هيجي علينا الموزه. اذا كان احنا نازلين على الارض وهي فيها موزه يا باشا. انا بنقول كده برضو. تمام يا حبيبي. تعرف ديته موزه؟ تعرف ديته غرزه؟ اي اي لا الله ينور ابو يحيى. لغايه مستني تطلع ايه؟ والله يا عم انا كنت ببص قدام حد. انا جيت على كلمه اي دي لو كلمه بالدراما. صلاة النبي عليك يا ابو الرمد يا مسهل الحال يا رب. بسم الله ما شاء الله. مرطوشه ماشي مطرخه بنت اللذينه يا عم. حلو وريني كده مطروخ ده. لا ورا منك بقى عشان يبقى واحد كده. هو كده. صلاة النبي صلاة النبي. نجوم الموزه لا موزه في ابسام الشمس. لا هكذا كده ما تمشيش على الشمس. اي نعم. انا محمد سعيد. انا ابو خوده. انا عشان ما شاء الله لك وكيل بالله. يسعد صباحك لو عندكم صباح ويسعد مساكم لو عندكم مسا. اهلا وسعيد ده ولا ما شاء الله رجال. المع بقى يالا المع بقى يالا المع يالا. هو بطاطا وبطاطا وموزه. خلي بالك عشان البطاطا ديت لو شكتك هتزعلك. ماشي بسم الله ما شاء الله. البطاطا دي بتزعل. خلي بالك من شكتها. امسكها من خشومه كده. اوعى لا لا اوعى بس تلمسك او لو شكتها لمستك هتزعلك. حلاوتك. يلا يا عم الله يسهلك. طيب بسم الله ما شاء الله مسنودة اهي 10 على 10. بالراحة بالراحة على مهلك برضه بالراحة زي ما قلت لك عشان دي ايه
قشرتها شكلتها علقلق. ايوه الله ينور عليك، الله ينور عليك. روح حط، لا حط في الجربنديه عشان، حط في الجربنديه عشان ما تشككش في الثلاجه على طول. حط له تتم الصغار بقى. ما انا حط له بربوت. يا شو السعيد خربها دنيس، عمال سايب لنا احنا الموزه وهو عمال يضرب في دنيس. يا كريم يا رب، الله يبارك يا عم، الله يبارك يا عم. صباح الورد. رقد انت، رقد انت. ماشي مرضاء، استنيك اهو مرضاء. مرضاء انت عمال تلطش لي في موزه وانا نحس ان انت، يلا ماشي يا عم. بس هي احلى موزه دي ولا ايه؟ ماشي يا مرضاء. احلى رحال. اللهم صل على النبي. الله ينور، الله ينور. ما شاء الله بالسعيد متعلق والله. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك يا كريم يا رب. ما شاء الله بالسعيد، الله يبارك في رزقك يا صاحبي. يا احلى صباح، على بركه الله يا حبيبي. لا اله الا الله محمد رسول الله. رحاله رحاله رحاله، حلاوتك ابو سعيد. صل على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. والله ولعت يا جدعان على اخر اليوم يا جدعان. يسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساكم لو عندكم. احلى مسا عليك، احلى مسا عليك يا صاحبي. يا عم ولا الله ما يعمل بقى، الراجل ما اتكلمش بس. لا ساعات بتشلح وبتفتح. والله تكمل غدا. الله كريم. هتكمل ان شاء الله، تكمل ان شاء الله. جاي ان شاء الله، جاي هو اللي جاي. جاي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الله حي الثاني جاي. الله حي الثاني جاي ان شاء الله. احلى ابو السعيد. صباح الصباح. واحلى نصر عنوت. الراجل الطيب بتاع ابو ايه. قول رقمك يا نصور. انت اما لاقهم 012 012 0 0 8 10 8 10 22 20 22 20 ناصر عنوت ابو ايه. ناصر عنوت ابو ايه. يا جماعه الراجل ده محترم جدا، اللي عايز يطلع معايا يطلع. على ضمانتي يعني ان شاء الله. طبعا ده يا جماعه حوض الطرح، ها المكان انتوا شايفينه ده، ده حوض الطرح. استاذ عماد زيدان صوره من بره، صور جزيره نيلسون اللي هي ديت. بصوا يا جماعه ديت جزيره نيلسون، جزيره نيلسون مصيط كويس خالص لبوسط اليد. بينزلوا هنا بالعجينه على ال... نعم يا حبيبي. لا يا بينزلوا هنا يا جماعه البوست اليد، بوصه 7 متر على البطاطا وعلى الشراغيش بالفله. وفي ناس بتقصت على الكاليماري، مشهوره طبعا جزيره نيلسون بالكلام ده. طبعا انا عارف ان انتوا بتحبوا التفاصيل دي. الغزل اللي قدامنا ده، طبعا احنا كنا بنعلم الاول هنا الدفتر بتاعنا في الكوش كده. خلاص كده الناس دي زي ما انتم شايفين هم على البركه، ايه بيسلكوا سمك من الشبك. الشبك ده بيبقى ايه،
بيبقى بايت في المية مثلا يوم او كام ساعة وبيجي بياخدوه بيرجع بقى يسلك. هو طبعا البركة هو واخد سمك موسى كتير او السفوريا على حسب اسمه يعني من محافظة لمحافظة. وربنا المستعان ان شاء الله تكون رحلتنا موفقة. خليكم معنا بإذن الله. طبعا يا جماعة احنا لسه طالعين اهو دلوقتي زي ما انتم شايفين الساعة دلوقتي 4:30 دي نهاية الفيديو بتاعنا بإذن الله ومشينا. طبعا انا مش عايز ننسى طبعا الاخ رمضان من الدلنجات طبعا جالي النهاردة ضيف صراحة يعني كان راجل محترم وتعب معاه في التصوير النهاردة. عايز تقول لنا حاجة يا عم رمضان؟ أنا بس على الرجال اللي كانت معانا كلها. أيوة. الناس كلها محترمة. طبعا أستاذ محمد اللي بلعها النهاردة. أيوة. ده ما حدش يقدر يتكلم معاه بعد كده. أيوة. سقفة بقى يا جماعة للكوماندا الكبير ده. ده كان نازل بثلاث صنانير ومستهدف الدينيس بس. الدينيس بس. الموزة ما كانتش بتقرب منه. طبعا الدنيا أرزاق. مع عبدو عبد الله معانا المرة الجاية إن شاء الله يا جماعة. إن شاء الله وبإذن الله. الله كريم يا جماعة. تحياتي لكم يا شباب. وعايزين نبص بقى على ايه؟ على الباشمهندس سمير ابو شرايح والباشمهندس اشرف بحيري. تحياتنا للمهندس سمير ابو شرايح. ومين؟ والباشمهندس اشرف بحيري. اشرف البحيري؟ اشرف البحيري، احلى ناس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.